إذا مشاهدي متابعينا شفتي مرحبا بكم في هذه البث المباشر بطوق مدينة الدار البيضاء. إذا كيفما كتلاحظوا معنا مشاهدي الكرام، صراحة فين هما مراكز الإيواء؟ كيفما كتلاحظوا معنا في الصورة، أسرة بالأكمل ديالها كتعيش في شارع شوفوا معنا مساكن في كيعيشوا. الله محمد رسول الله، صراحة كيدور في القلب أنا نشوف هذا مثل الحالات هادو. كيف ما كتشوفوا معنا هما المنط ديالهم حويجاتهم، هو ناعس هنايا شخص هو والزوجة ديالو والابن ديالهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فين وفي بالضبط أحد أشهر الأماكن اللي هو برنس مولاي عبد الله ولا برنس مولاي عبد الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما كتشوفوا معنا مساكن في الصورة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله القسم إلا ما شوف ما لقيتش لهم جاد، ما لقيت حتى شي حاجة. والله القسم في المسؤولين، فين هما الجمعيات؟ والله القسم حرام هادشي اللي ولينا كنشوفو، حرام هادشي اللي ولينا كنشوفو. فلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيفما كتشوفو معنا في مثل هاد الحالة هادي، كيفما كتشوف أن أسرة كانوا عائلاتهم كانوا المنزل ديالهم، فكيفما كتشوفو معنا الله يدير ليهم الشاول ديال الخير. هاي هنا هي كما تشوفوا معنا شوفوا كيف كار زوين السر. شوفوا معنا الحالة اليوم فيها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولينا مؤخرا كنشوفو مجموعة من الناس اللي كيعيشو في الشارع ما عندهم الحنين لا الرحيم، فكل واحد الله يدير ليه الشاول ديال الخير. كله ظروفه، كله الهموم ديالو، كيفاش خرج الشارع، كيفاش كان بالمنزل ديالو خرج باش يعيش في الشارع. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. كاين اللي كيحرم وليداتو من الدراسة بعد ما كيتولاو عرضة للشارع. إذن مشاهدينا الكرام، صراحة والله القسم كنتمنى هاد الناس هادو يدار لهم خير، كنتمنى أن مراكز الإيواء يفتحوا في وجوههم. غادي نودعكم على أمل، نتلاقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.